وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا دكتور فرج عبد الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي. أهلا بحضرتك يا دكتور إلى هذه التغطية. لو تحدثنا عن مجمل التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والإمارات وجهود هذا التعاون من وجهة نظر حضرتك، كيف تقيمه؟ أهلا وسهلا ومرحبا بحضرتك وسهلا مشاهدين. بكل تأكيد يعني يمكن من الملاحظ خلال السنوات الأخيرة أنه مستوى التعاون ما بين مصر والإمارات أصبح مستوى استراتيجي على كافة المجالات، ويمكن ده اللي انعكس مؤخرا في مستوى التعاون الاستثماري في الاستثمار الأجنبي المباشر اللي احنا شفناه في رأس الحكمة وعدد من المشروعات. يمكن يعني من المرة الأولى أو بيدخل مصر بشكل كبير يعني لأول مرة، شفنا عدد من المجالات بالشراكة أو التعاون المشترك ما بين الجانبين، سواء كنا بنتكلم في قطاعات صناعية أو بعض الصناعات الجديدة اللي ممكن تكون دخلت مؤخرا في مصر. نعم. والحقيقة ده يعني نتيجة لجهد كبير من الطرفين إن هم بيعززوا من مستوى التعاون الاقتصادي وبيعمقوا من مستوى التعاون خلال الفترة الماضية. طيب لو تحدثنا عن يعني الاستثمار في المناطق الساحلية تحديدا، يعني رأس الحكمة مشروع ضخم بيقع في منطقة يعني جاذبة سياحيا طبعا بالتأكيد، والاستثمار فيها بالنسبة للمستثمر الأجنبي هو يعني ربح بلا شك. يعني تأثير مشروع رأس الحكمة على الاقتصاد المصري فيما يتعلق بحجم الاستثمارات في مثل هذه المنطقة الساحلية؟ بكل تأكيد خلينا نقول أنه من اليوم الأول للإعلان عن هذه الصفقة وبدأ الأثر يكون موجود على مستوى الاقتصاد الوطني. في آثار مباشرة بتبان أثرها في الأجل القصير، وده احنا بنتابعه كل فترة أو كل ربع سنة من تدفق في حجم رأس المال اللي ممكن يكون مرصود خلال فترة عمر المشروع. في تحسن واضح في عدد من المؤشرات الكلية على مستوى سعر الصرف، على مستوى الاحتياطي النقد الاجنبي، ده احنا بنستشعره او بنقصده بشكل مباشر كل ما بيكون في تدفق لراس المال. على المستوى الحقيقي بقى، وده اللي يهمنا اكثر، ان احنا بنلاحظ انه بدء المشروع كل الشركات الوطنيه اللي موجوده في مصر بتبدا ان هي تتعامل مع هذا المشروع بشكل كبير. ده بيولد نوع من الدخول اللي موجوده وبيدي فرصه للشركات الوطنيه كمان ان هي تنخرط مع الشركات الدوليه وان هي تكتسب مزيد من الخبرات الدوليه. ده بيعمق الخبرات الوطنية في هذا المجال وبيدي فرصة ان احنا ننتقل من مستوى التعمير التقليدي او اللي بيعتمد بشكل ما على اجيال متقدمة من المدن الى مستوى جديد خالص ومستوى عالمي من التعمير والانشاءات اللي ممكن تعتمد على البنية التحتية الرقمية في المستقبل. عشان كده بنلاحظ انه مشروع رأس الحكمة مش بس عملية تعمير منطقة معينة، ولكن احنا بنتكلم على منطقة هتنخرط بشكل اساسي في اقتصاد عالمي عن طريق ان هي بتستقطب عدد كبير من الشركات المتعلقه بمراكز البيانات، الشركات الخاصه باللوجستيات، الشركات اللي لها علاقه بالانخراط في سلاسل الامداد العالميه. اذا احنا امام مشروع متكامل بشكل اساسي هياثر بشكل اكيد على الاقتصاد الوطني في عده مجالات، مش بس مجال التعمير او مجال التنميه السياحيه يعني كما هو معلن، ولكن هو له اثر كبير جدا على مستوى الاقتصاد الوطني. نعم. طيب دكتور فرج، يعني توقعات حضرتك لحجم الفرص ربما الاستثمارية في مشروع تطوير رأس الحكمة بعد توقيع عدد من الشركات المصرية والإماراتية على بدء عقود أو على عقود بدء هذا المشروع؟ متوقع طبعا أن يكون عندنا دخول كمان شركات عالمية لهذه المنطقة، وممكن يكون في طلب كمان على مناطق لتعميرها بجانب هذه المنطقة. وده دايما احنا بنسميه او بنقول عليه انه يكون في مضاعف للاستثمار في المنطقه اللي موجوده او في القطاع ده. يعني متوقع جدا يكون خلال الفتره اللي جايه مزيد من التوظف، مزيد من الشركات اللي ممكن تعمل في هذا المجال. متوقع كمان انه يكون في طلب معين على بعض الفئات من العمال ومن الفنيين اللي ممكن يكونوا موجودين في مصر، وده الحقيقة هيدي فرصة أكتر لتعميق الخبرات الوطنية بجانب خبرات أجنبية ممكن ما تكونش موجودة عندنا. صحيح. متوقع كمان أنه يكون في زي ما قلت الشركات الدولية العاملة في مراكز البيانات وفي
اللي هي اللوجستيات اللي لها علاقه بالتجاره الدوليه، متوقع جدا ان يكون في طلب عليها في الفتره الجايه. دائما لما يكون في استثمار بهذا الحجم في منطقه او في يعني منطقه على ممر للتجاره الدوليه بالشكل اللي احنا بنشوفه على الخريطه التجاريه، دايما الشركات الدوليه بتكون ليها وجهه نظر مختلفه خالص عن الوقت الحاضر. يعني هو بيبص بعد 20 سنه كشركه دوليه لها مراكز لوجستيه في كذا مكان في العالم، انا موقفي هيكون ايه؟ هل هيبقى لي مكان في هذه المنطقه اللي متوقع يكون فيه مزيد من الاستثمارات فيها ولا لا؟ عشان كده متوقع يكون لو احنا عندنا حجم استثمارات فراس الحكمة ب 150 مليار، متوقع جدا ان الرقم ده يعني يكون مضاعف نتيجه لدخول عدد من الشركات العالميه انها تبدا تطلب اراضي وتطلب ان يكون لها مناطق في هذه او مناطق قريبه من هذه المنطقه، بحيث انه يكون عندها فروع او عندها مزيد من النقاط الاتصال بالاعمال بتاعتها. نعم. طيب دكتور فرج، يعني كيف ترى الاستفادة التي سوف تجنيها الحكومة المصرية وهي نسبة عوائد تقريبا من المشروع تبلغ 35% تقريبا؟ الحقيقة العوائد بتنقسم إلى جزئين، جزء احنا بنسميه بيأثر بشكل مباشر زي ما قلنا في بداية المداخلة على المؤشرات الكلية، وده احنا بنرصده بشكل دوري. يعني الجزء الثاني هو انا مش فقط بنمي منطقة، لا ده انا بيكون ليا نصيب في العوائد اللي موجوده، الاثر هيبان على طول في الاثر المالي او يكون في تدفق نقدي على الموازنه العامه، وبالتالي هيكون في عندنا فرص لنمو الايرادات العامه، والفرص دي بتتمتع بعدم التقليديه، يعني مش دي جايه من ضرائب، لا ده جاي من عوائد انه استثمارات دخلت وبدا ان العائد بتاعها يظهر على الارض، ولا يكون عندي نمو لهذه الإيرادات، والنمو ده بيتسم دائما بالتسارع وبالزيادة، يعني بيكون في تولد للدخل كلما زاد حجم المشروع أو زادت نسبة تنفيذ المشروع. يعني لو المشروع في سنة السنوات الأولى العصر الأولى بدأ أنه يدخل بمعدلات كويسة من التنفيذ، توقع بعد أول 10 سنين أنه يكون دخل بنسب مرتفعة من التشغيل والتنفيذ، ده بيؤدي في النهايه الى زياده العوائد وبينعكس على الايرادات اللي ممكن يعني تحصل عليها الحكومه ومتمثله في الموازنه العامه. صحيح. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور فرج عبد الله عضو الجمعيه المصريه للاقتصاد السياسي على وجودك معايا يا فندم.